اهلا بكم مجددا، اعود هذه المره مباشره للاستاذ ماهر. هل عند حضرتك تعقيب فيما يتعلق بفكره يعني الى اي مدى الغرب معني او بيناله شيء من فكره، حتى وان كانت هذه الجماعات تظهر في المجتمعات العربيه وبكل مدخلها مدخل ديني رغم انها في الاساس حركه سياسيه او هدف سياسي، الى اي مدى الغرب او الحضاره الغربيه معنيه بتفجير او تأزيم الموقف على هذا النحو في المنطقه العربيه والاسلاميه؟ طبعا هي الحضاره الغربيه معنيه بلا شك، يعني حتى شوف ده من حجم المهاجرين اللي راحوا عند التنظيمات الجديده اللي طلعت زي انصار الشريعه وداعش انضموا ليهم، يعني من الغرب من اوروبا. تعرف حجم المشكله قد ايه، يعني حجم ازاي ان هو الواحد هناك كان عايش في انفصام شخصيه، عايش فاقد الهويه، حاسس ان هو في مجتمع غربي لكن هو في ذات الوقت بيعيش بذهنيه إسلامية معينة، يعني ذهنية قديمة، فعاوز يحل الإشكالية دي فراح طلع على طول على العراق أو سوريا. طبعا مشكلات الغرب داخل منطقتنا، مشكلات محاولة السيطرة على مقدرات الشعوب، محاولة التدخل في هي دي النظرة الأشمل أستاذ ماهر اللي أنا يعني بدعو حضرتك للتأمل فيها. هل كل اللي احنا بنشوفه ده كله شكل جديد من أشكال الاستعمار؟ لا، انا مش عاوز اربط دايما، اصل انا يعني ضد النظريه اللي بتقول ان عضو الجماعه ده امريكا عملته او التنظيم امريكا اللي عملته، بس في البعض بيذهب لده وبيؤكدوا ان هذه الجماعات مخترقه، حتى النخاع من اختراق من اجهزه، يعني هي الجماعات من اجهزه المخابرات العالميه او المخابرات المهيمنه. انا معاك اجهزه المخابرات بتخترق هذه الجماعات، وهذه الجماعات بتخترق الاجهزه الامنيه برضه، يعني وتجند منها. لا ده جديد ده. لا انا اقول لك يعني معلومة مش جديدة. مش بتجند من الجيش مثلا؟ مش ليها ظباط وجنده زي خالد الاسلامبولي ووليد بدر عادي، يعني بتخترقك، بتحاول تخترق الاجهزه الامنيه في محمد مبروك المقدم، محمد مبروك مين اختاره؟ مش زميله شرطه؟ يعني كان واحد اللي بلغ عنه وكان في التنظيم عادي. فانت هذه الجماعات بتخترق، بتحاول تخترق الدول، والدول بتخترق هذه التنظيمات. طبعا الدول اضخم واكبر في شكل المنافسه المستمره، في شكل المنافسه يعني. اكبر واضخم طبعا. فهي انا ضد فكره ان التنظيم خلقته امريكا، يعني لا، هو ما خلقتوش امريكا. هي امريكا وجدت الظروف متاحه لوجود هذا التنظيم فسمحت، يعني تركت هذا التنظيم يلعب في افغانستان، سمحت له بالظروف، خلت المخابرات الباكستانيه تديله فلوس، تديله سلاح. تمام، لا يعني مثلا في نشأة الطالبان قيل، او برضه حضرتك اذا كان لك وجهه نظر ثانيه، انه الامريكان لعبوا على وتر انه بلد اسلاميه مستعمره او الروس او الاتحاد السوفيتي السابق موجود في دوله اسلاميه وشايفين المذابح اللي بتحصل، فيلا يعني دفعوا. لا، هي اللي حصل في طالبان ان القاده الكبار حكمت يار وسياف ورباني واحمد شاه مسعود بيخبطوا في بعض وبيقتلوا في بعض والشعب بيموت. دول كانوا طلبه في معاهد دينيه، ربوا في هذه المعاهد الدينيه تحت رعايه المخابرات الباكستانيه. تمام، هم ادركوا، شافوا ان ده غلط، فبداوا يشكلوا حركه جديده. هذه الحركة تحت عين المخابرات الباكستانية، اخترقتها المخابرات الباكستانية، لكن مش معنى ذلك ان هم لا. وطالبان في معاد تطورت الى القاعدة؟ لا، طالبان غير تنظيم القاعدة خالص، يعني عناصرها مش اسسوا القاعدة او انشقت. لا لا لا، تنظيم القاعدة هو عبارة عن مهاجرين وعرب وأجانب وأسامة بن لادن كانوا في بيوت الأنصار، عبد الله عزام بدأ بها. يبقى هو ده المثال المقصود اللي أنا قصدي عليه. تنظيم القاعدة ده اللي أنا قصدي عليه بالنسبة لفكرة إنه الولايات المتحدة أوجدته. مش اوجدتهم، هي كان في حرب شغاله، هم ذهبوا، الحكومات تركتهم باوامر امريكا، تركتهم يروحوا، لكن ما جابوش ايمن الظاهر قالوا له امريكا او الجهاز الامني مسك وقال له ايمن روح افغانستان. او هم ربوه دخلوه جامع القوى، وبدا ايمن الظاهر في جامع قوى في وسط البلد يحضر لانصار السنه. وهناك تدين وبدا من انصار من المسجد ينتمي الى خليه. ما جاب الاجهزه الامنيه ما جابتش ايمن الظاهر اللي من عيله غنيه ده وحطوه في جامع قاولة وقالوا له ده ادخل بقى في خلية واطلع اعمل لنا القاعدة. يعني لا، حضرتك هنا هو في نقطة ظروف بس للتنظيم. لا، هنا نقطة تأمل مهمة جدا. زي ما قال الدكتور سعيد انه ربما بعض الأنظمة الحاكمة علشان تستتب لها الأمور فمن مصلحتها انه زي ما قال ان انت تحكم ناس متفرقين ومتناحرين افضل بكتير. أنا جدا انا قلت لك توظيف واستدراج، هي توظيف للجماعات. الجماعة لا. موجودة انا وظفها، انا محتاج هنا دلوقتي هنا من قبل الدولة انا محتاج افتت واقاوم الحشد الشعبي الشيعي في العراق، ومحتاج افتت المنطقة وافتت العراق اقسمها لدول، وتركيا محتاجة انها تعمل ان الاكراد ينضربوا ما يعملوش دولة في شمال العراق. اعمل ايه؟ تركيا بتعمل ايه؟ بتترك المقاتلين يدخلوا من اراضيها عشان ينضموا لداعش، عشان داعش تضرب الكرد. طيب دلوقتي امريكا عاوزة تعمل توازن في العراق، تعمل ايه؟ سايبة داعش.
فكده يعني انظمتنا يعني العربيه معنيه بشيء من المسؤوليه على نشاه هذه التنظيمات. في جزء طبعا كبير طبعا جزء كبير من مسؤوليه، وجزء على الغرب، وجزء على الاوضاع الداخليه، وجزء على الاوضاع السياسيه، يعني كل الاوضاع مشاركه في ده. لكن انا بتكلم على تدين الشخص الفطري وانتمائه العضوي الى جماعه من الجماعات، لا بياتي من قبل الشخص نفسه بظروف نفسيه واجتماعيه زي ما قال الدكتور. طيب يا دكتور، عشان نتخطى هذه المساله فيما يتعلق بمسؤوليه الغرب، حضرتك برأته من فكره ان هو مسؤول بشكل مباشر على تفجر العنف بالشكل ده. انت قلت الانظمه الدكتاتوريه ايوه، لا دي ده عامل، لكن الغرب ايضا بيلعب دور. اولا هو بيخلق البيئه اللي بتشجع الشباب وهذه التنظيمات. مشكله فلسطينيه، غزو العراق، تدمير سوريا، تدمير ليبيا، اليمن، كل ده طبعا في رد فعل محلي من بسبب الغرب. من ناحيه تانية، الدول الغربيه كانت بترى في هذه التيارات الحصان طرادة والطابور الخامس اللي ممكن يعمل انقسامات داخل هذه المجتمعات، فتظل هذه المجتمعات معتمدة على الغرب. يعني خلي بالك، انت حاكم مستبد داخل محتاج الانقسامات، وفي ايضا حاكم اكبر الانظمة الغربية عايزة يبقى هذه المجتمعات خاضعة عليها، مضطرة انها تعتمد عليها. هتجد مثلا قيادات الاخوان لما هربوا من مصر راحوا لقطر اللي فيها اكبر قاعده عسكريه في الخليج. اغلب دول الخليج هي دول يعني مسيره وليست مخيره. دعمهم مثلا لقلب النظام في سوريا لمده 6 سنوات واضاعوا هذه الاموال، هل هو كان قرارهم ولا قرار اللي قواعد العسكريه؟ خلينا نقول بعض دول الخليج، مش كل دول الخليج اللي هي بتدعم سقوط نظام بشار. بعض قيادات الاخوان هي بول تركيا، بلد النيتو، أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل والوحيدة اللي تتعاون عسكريا من الدول الإسلامية مع إسرائيل. الغريبة يا دكتور إنه برضو بيجدوا أسلوب رائع في تسويق فكرة دولة الخلافة، وإن إحنا ضد الدولة الصهيونية بالظبط، ويضحكوا على السوزك. ما خلي بالك إحنا لا ينقصنا السوزك سياسيا فبيصدقوا. راحوا أيضا إلى لندنستان بلد وعد بلفور وفي قيادات إخوان ومحطات تبعهم وبيأيدوهم و و و فانت هنا الجانب الدولي. اعتقد ان لندن حتى هذه اللحظه لا تزال حاضنه لكثير من قيادات، حتى مجلس العموم كان من مده طلع تقرير ينتقد الحكومه الوطنيه على موضوع الاخوان. فالظاهره الارهابيه ظاهره عالميه واقليميه ومحليه وكلها ليها ابعاد عديده. يعني كل ما تقدرش تقول انها ظاهره محليه فقط، لا ظاهره اقليميه ودوليه وفيها اكتر من حد داخل. انا عايز حضرتك تعمل معايا في زاويه السياسه، ان هو الغرب ده بيستخدمهم سياسيا. بمعنى ايه؟ مثلا واحد من الاخبار كانت كشفها في فتره من المراحل لما دخلت الولايات المتحده الامريكيه لمحاربه داعش من خلال حوالي 9 غارات أو 8 غارات جويه وطيارات طالعه وطيارات نازله، حوالي 8 عناصر أو 9 عناصر من داعش تم قتلهم في 9 غارات مثلا. يعني تقريبا في كل غاره عنصر واحد بيسقط، في ملمح تاني طيارات بتطلع فبتسقط مساعدات عسكريه ولوجستيه على تنظيم داعش نفسه. يقول لك اخطانا. انا هروح بعيد لرئيس المنتخب ترامب بنفسه في احد مناظراته، قال اوباما، اتهم ان هم قال اوباما وهيلاري كلينتون ان انتوا اللي عملتوا داعش. دي الزاويه اللي انا عايز حضرتك استزيد منك فيها، فكره ان هو الهدف سياسي، احنا واجدينكم لحاجه عايزينها من المكان ده. وده اللي خلاني اسال الاستاذ ماهر، هل تعتقد ان احنا امام موجه جديده من الاستعمار او فكر جديد من فكره الهيمنه على المنطقه، استعمار جديد، لا استعمار ثقافي ولا فكري ولا استعمار جيوش، ولكن انا ههيمن عليك وهسيطر عليك برضو من خلال هذه التنظيمات؟ افتكر الموجه دي بتتراجع، لان دلوقتي في انتخاب قوى يمينيه في اوروبا وفي امريكا ومن ترامب، فافتكر اللعبه دي ابتدت تتراجع لانهم حسوا ان هذا الفانكنشتاين الوحش اللي خلقوه فاكرينه متحكمين فيه ابتدى يعمل لهم مشاكل. فيمكن مشاكل حقيقيه ولا مصطنعه؟ لا يعني بوكسل والعمليه اللي حصلت في باريس ما كانتش هزار، او ما كانوش فرنسا عاملاها يعني او متفقه معاهم. لا طبعا، خلي بالك هي برضك هذه التنظيمات ليها اعتبارها هنا مكونه من عده خلايا مختفيين تبع اجهزه المخابرات، في تبع مش تبع حد بتعمل قراراتها لوحدها. واخد بالك؟ انت ما تعرفش القيادات اللي بتدي الاوامر او بتحدد مين اللي ادالها. تقصد انه تنظيمات مترهله ما فيش قياده مركزيه حاكمه عليها، مخترقه من اجهزه عديده. هل داعش ده تنظيم واحد ولا عده تنظيمات؟
ولا مين اللي يعني بنتكلم على ابواق البغدادي فقط؟ طب ماذا عن العمليات اللي حصلت في اورلاندو في فلوريدا او يمين او شمال؟ في مين دول؟ كله طبعا العلامه او العلامه التجاريه داعش، دي ختم داعش، لكن هل في قياده مركزيه ولا متروكه كده كل واحد يعمل؟ العمليه اللي حصلت في نيس اللي باللوفي اللي داس الناس ده ابتكار جديد او هل الحكومه الفرنسويه المخابرات الفرنسويه المكتب الدوزيام الثاني ده هو اللي عمل الكلام ده عشان لا فما نقدرش برضك نقول ان هم بريئين يعني يعني برضو اكتووا بنار الارهاب فطبعا في اتجاه يمكن يؤدي مع الاوضاع اللي في المنطقه وده اللي قاله ترامب وبعد كمان يعني انتصار نظام الاسد والروس وايران في حلب يمكن هيبتدي الاتجاه الى تهدئه الاوضاع وضرب هذا التيار. طيب ليه برضو